وفي ذات السياق أقامت الأكاديمية الأردنية للموسيقى في مركز الحسين الثقافي بعمان وبرعاية وزير الثقافة نبيه شقب حفلة تخريج الفوج 25 من طلبة البكالوريوس في الأكاديمية وطلبة الدبلوم الفني في تخصص التربية الموسيقية. وتضمن الحفل الذي حضره عدد من المسؤولين وذوي الخريجين إلقاء كلمات ركزت بمجملها على دور الأكاديمية في بناء شخصية الدارسين فيها وغرس الثقافة الموسيقية في نفوسهم، كما اشتمل الحفل على برنامج موسيقي لفرقة وجوقة الأكاديمية وعزف على عدد من الآلات الموسيقية الشرقية والغربية وغناء منفرد لعدد من الطلبة الخريجين. وفي الختام وزع راعي الحفل الشهادات على الخريجين البالغ عددهم 38 طالبا وطالبة من 4 دول عربية، كما سلم رئيس هيئة المديرين في الأكاديمية المطران ويليام الشوملي درعا تذكاريا تقديرا لجهوده في دعم أنشطة الأكاديمية.